السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم مزوف في فلوج جديد إن شاء الله. هذا الفلوج غادي يكون واحد المكان رائع جدا بزاف، جنة من جنان الأرض، منطقة أقشور. منطقة أقشور كنتمنى من صميم القلب دوزوا معايا فلوج روعة إن شاء الله. حاليا ماشي في محادثة ديال الواد، الوجهة ديالنا إن شاء الله هي شلال، الراس ديال شلال. كنظن جوج ساعات ديال الطريق بطبيعة الحال هذا على الأرجل، حيت ما كاينش ممرات اللي تقدر توصل بها السيارة. لهذا غنعيش واحد المغامرة رائعة إن شاء الله حتى نوصلوا للشلال. غنحاول ما أمكن نعيشكم مغامرة من الأول حتى الآخر باش نوصلوا لديك الملكة سبحان الله يا ربي. دابا ان شاء الله دوزنا نص ساعه حنا كنخلفوا اخوانا عيت ولا باقي باتري فيب ولا باتري عامر باتري فيب باتري بدا كيدخل هذا والصراحه فيب، ولكن حنا كنبغيو زعما نشارجيو بمعنويات فهمت، نوصلوا للشلال. على العموم ان شاء الله غادي نوصلوا لتارس ان شاء الله. هنايا عاملين مقاهي صغيره في الغابه في محاديه الواد، عاملين مقاهي صغيره اللي بغى ياكل ولا جا الجوع ولا بغى يدوق الماكلة قدام الطبيعة الخلابة كيطلب شي طويجن ولا شي ماكلة ياكل. هنايا هانتوما كيما كتشوفو ناس رزق الله. اوه مكان رائع، كتعتبر شلالة أقشور الواقعة ضمن محمية تل سمطان بين شفشاون وواد لو، إحدى المناطق الأكثر استقطابا للسياح من داخل المغرب أيضا من خارج المغرب. هذه المنطقة غنية بزاف بالثروات النباتية والحيوانية. أحسن مكان جبرته في أقشور، واو شو لا هدوء شو لا ماء، كيجي الناس هنا واحد الهدوء رائع قدام الطبيعة الخلابة. واو
حقيقة منطقة أختور منطقة خلابة ورائعة. كنتمنى مصمم القلب بلي يشوف لوك يجي يزور هذا المكان الرائع. أول حاجة كترتاح نفسيا علاش؟ ملي كتشوف الطبيعة وهذا الهواء النقي كتنسى شوية الهموم ديال سواء الروتين ديال الدراسة أو روتين العمل، كتفتح القلب ديالك صراحة. واش اللي كيشوف هاد المناظر هادي الخلابة ما تفتحش القلب ديالك؟ واو سبحان الله. حاليا راجعين بحالنا، ما وصلناش حتى الراس ديال الشلال. ماشي قضية حيت عينا ولا شي حاجة، حيت الوقت ما بقاش، بدينا معطلين المشية، خصنا ضروري نرجعو باش حتى الأصدقاء عندهم واحد الوقت قال لك خصهم يمشيو فيه، لهذا قررنا نرجعو الأدراج ديالنا مما جينا. حقيقة هذا هو الجمال الحقيقي للمغرب. كتجري صح. اوه ماي جاد، الطريق صعيبة شوية. فران والو. من بعد ما انتهينا من دورة من أخشور، الآن انتقلنا إلى مدينة رائعة، إلى شفشاون إن شاء الله. أنا من واحد دورة شوية، خصوصا نشوفوا شفشاون في الليل. كنتمنى من صميم القلب يكون فلوق نال اعجاب ديالكم. كنتمنى ايضا ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك، ايضا عملوا سبسكرايب لاشين باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى هنا، الى اللقاء في فلوق قادم ان شاء الله.